قد طلبت من الحكومة التقدم باستقالتها اليوم، وسوف أكلف الحكومة الجديدة اعتبارا من الغد بتكليفات واضحة ومحددة للتعامل الحاسم مع أولويات المرحلة الراهنة. وأقول من جديد أنني لن أتهاون في اتخاذ أي قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية أنهم وأمام الحكومة التقدم باستقالتها اليوم، وسوف أكلف الحكومة الجديدة اعتبارا من الغد بتكليفات واضحة ومحددة للتعامل الحاسم مع أولويات المرحلة الراهنة. وأقول من جديد أنني لن أتهاون في اتخاذ أي قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية أنهم وأمانهم، وسوف أدافع عن أمن مصر واستقرارها وأمان شعبها. فتلك هي المسؤولية والأمانة التي أقسمت يمينا أمام الله والوطن بالمحافظة عليه.